طالب وزير البترول طارق الملا بضرورة تحقيق انتشار أكبر لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية، مشددا على ضرورة إزالة كافة الموقعات التي يمكن أن تحول دون تحقيق هذا الهدف. جاء ذلك خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2016. ومن جهته أشار المدير العام للشركة محمد جمعة إلى شراكة مع مصر للبترول لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة تموين الطائرات بمطار برج العرب، بالإضافة إلى اتفاقية تجارية للعمل في مجال تموين الطائرات في المطارات الإقليمية المصرية.